الحقيقة تبان. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في النور ليوم الثلاث 4 ديسمبر 2018. بنكرر تقديم التعزية لأسرة الأرخن الراحل الكبير الدكتور ثروت باسيلي، وبنعزي السيدة إزيس زوجته، ربنا يديها الصحة، ونعزي أستاذ إيليا نائب المدير التنفيذي لقناة سي تي في، بنعزي سائر أشقائه مدام نيفين ومدام مونا وأستاذ جورج وكل الأسرة الكريمة. وبكرة إن شاء الله زي ما حضراتكم بتشوفوا على الشريط بتاع القناة، القداس هيكون الساعة 8 الصبح بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف من 8 ل 10، قداس الميلاد السمائي الأول دكتور ثروت باسيلي. النهاردة هنعمل إيه؟ النهاردة هيكون عندنا فقرتين للحوار. أول فقرة عن تطورات الصناعات العسكرية المصرية. طبعا ده يعني موضوع يعني دخل بمصر لمنطقة تانية خالص، منطقة جديدة. طب الورد في ادكس 2018، حتى لو كانت مصر لديها في السابق بعض الصناعات التكميلية لبعض قطع غيار الأسلحة أو ما شابه، لكن دخول مصر بهذا المعرض الكبير اللي أشاد به وزراء دفاع 10 دول ورؤساء أركان 7 دول آخرين وقيادات من الجيوش في العالم كله، الحقيقة بيدخل مصر في منطقة جديدة. ده اللي هنتكلم فيه مع سيادة اللواء محمد رشاد الخبير الأمني والاستراتيجي. عندنا فقرة تانية عن آخر شريحة من قرض صندوق النقد وما أشيع حولها، إن مصر بتسعى لأنها تحصل على قرض تاني من صندوق النقد الدولي، وده طبعا مش صحيح وتم نفيه تماما، والتأكيد على إنه الاقتصاد المصري أصبح يسير بشكل طيب جدا ولا يحتاج لأي قروض من الصندوق أو من غيره. هيكون معانا في هذه الفقرة دكتور خالد حسن الخبير الاقتصادي. ده بالنسبة لفقرات الحوار لهذا اليوم. قبل ما ابتدي في الأخبار، ممكن أخذ مع حضراتكم الطلبات اللي بعتتموها علشان تطلبوا متبرعين. مطلوب متبرع بكلية، فصيلة الدم O، سن المتبرع من 23 ل 42 سنة، الوزن إذا كان ذكر لا يزيد عن 90 كيلو، وإذا كان أنثى يكون الوزن لا يزيد عن 75 كيلو. أرقام التليفون 0122-309-94-01 و 0122-194-45-57. الاستغاثة أو الطلب الآخر، مطلوب متبرع بجزء من كبد أو فص كبد لفصائل دم O أو A، السن من 21 ل 45 سنة، الجسم متناسق خالي من الأمراض. رقم التليفون 0128-619-92-18. ندخل في أخبارنا على طول، حيث استقبل اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسفير السودان بالقاهرة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بيقول إن الرئيس طلب نقل تحياته لشقيقه الرئيس عمر البشير، وأشاد بتميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، ونوه بأهمية مواصلة التنسيق المشترك بينهما لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الإفريقية. وأيضا أشار لأهمية الاستمرار في دعم أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خصوصا في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي. كذلك استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إريك ترابيي الرئيس التنفيذي لشركة داسو للصناعات الحربية والجوية بالتحديد، وهي الشركة المصنعة لطائرات الرافال الحربية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل مدير رئيس المخابرات العامة،
السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قال إن الرئيس أشاد مستوى التعاون القائم مع الشركة الفرنسية، وأكد تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره في ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال الصناعات الجوية الحربية. الرئيس التنفيذي لشركة داسو إريك تغابيه أكد على أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط ودورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن اعتزاز الشركة بمسيرة التعاون مع مصر، وأشار للحرص على استمرار هذا التعاون والارتقاء به بهدف تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية. المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية إيدكس 2018 بيشهد حضور قوي وعالي المستوى لأكثر من 373 شركة مصرية وعربية وأجنبية، و57 وفد رسمي من 41 دولة حول العالم، على رأس الوفود الأجنبية وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وكبار المسؤولين العسكريين اللي أعربوا عن إشادتهم بقدرة مصر على جمع هذا العدد الهائل من شركات الدفاع والأمن في مكان واحد. الحضور الأبرز في المعرض اللي افتتحه الرئيس السيسي صباح أمس بهذه اللقطات اللي بتشوفوها أمامكم على الشاشة، بيستمر المعرض 3 أيام في مركز المعارض، يعني آخره بكرة إن شاء الله. الولايات المتحدة الأمريكية بتشارك منها 40 شركة بتعرض أحدث الحلول الدفاعية المتطورة تكنولوجيا على مستوى العالم، فضلا عن الوفود الأخرى اللي بتقدم مختلف التكنولوجيات الدفاعية. القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر بيقول إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية إيدكس 2018 بيظهر أهمية مصر في أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلا عن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر. طبعا معروف إنه وزراء دفاع فرنسا والإمارات وعدد كبير جدا وصل إلى 10 دول و7 رؤساء أركان، كمان وزراء دفاع قبرص واليونان وعدد والسودان، عندنا عدد كبير حقيقة كان مهتمين جدا بهذا التجمع الدفاعي الكبير. على هامش المعرض أيضا التقى الفريق أول محمد زكي وزراء دفاع فرنسا واليونان وقبرص، وطبعا حضراتكم عارفين انه التعاون الجديد مع اليونان وقبرص من خلال البحر المتوسط ده بيمثل تكتل قوي جديد اذا حطيناه بجانب مسار الضعف اللي بيتعرض ليه الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا. انضمام مصر لمثل هذا التجمع في هذا المعرض بيعبر عن نوايا ربما تكون جديدة لإعادة اتزان القوى في العالم. الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على هامش فعاليات المعرض نشرت فيلم بعنوان مصر القوة والسلام، عرضنا منه أجزاء لحضراتكم بالأمس. يعني احنا نتمنى انه المعرض بكرة ان شاء الله ينتهي على خير بعشرة الاف زائر، اكتر من 373 شركة، 41 دولة، 10 وزراء دفاع و7 رؤساء اركان، قيادات عسكرية من اكتر من 40 دولة. ان شاء الله يكون فتحة خير على مصر اللي وقعت بالفعل حاجات كتير، بروتوكولات ومذكرات تفاهم من خلال هذا المعرض. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعلن الاستعداد والتجهيز لامتحانات التجريبية لأولى ثانوي في إطار تطبيق النظام الجديد، وقالت إن الامتحان التجريبي هيبتدي 13 يناير لغاية 24 طبقا للجدول اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي، وقالت إنه لن يتم احتساب أي من نتائج هذا الامتحان ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي. هتقولوا لي طب أمال عاملاه ليه؟ هقول لكم عاملاه ليه، لان الامتحان اصلا عباره عن ايه؟ الامتحان عباره عن نموذج مصغر لما سيواجهه الطالب في الحياه العمليه، عنده مشكله ازاي يحلها من موقعه كمهندس كدكتور كمدرس كباحث، فالامتحان بيبقى نموذج
لو وقعت في المشكلة دي هتحلها ازاي؟ فإذا هدف الامتحان هو التدريب المهاري والخبروي على اجتياز هذه العقبات مش الدرجة. وده يعني نهج طيب جدا ياريتنا نمشي عليه في كل سنين الدراسة عشان نعلم الطالب ان عنده امتحانات كتير وان موضوع الامتحان ده موضوع بسيط وانه موضوع لا يستوجب لا المغص ولا الاغماء ولا اليأس ولا الانتحار. ده موضوع بسيط زي ما تقابل حد تقول له ها اخبارك ايه النهاردة، ايه الجديد اللي استفدته في المدرسة النهاردة، بس هو ده الموضوع ببساطة. الوزارة اوضحت انه احتساب النتيجة النهائية لدرجات الطالب في اولى ثانوي السنة دي هتكون في ضوء امتحانين هيعقدوا نهاية الفصل الدراسي الثاني. وقالت انه تم تكليف مدير عام التعليم العام بكل مديرية باستلام الامتحانات من المركز القومي للامتحانات يوم الخميس 6 ديسمبر الجاري. هنا بقى طبعا ما يفوتنيش اشكر وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي على انه تفادى اجازات الكريسماس ورأس السنة الميلادية الشرقية واعياد الميلاد المجيد في 7 يناير. فانا بشكر دكتور طارق لانه كان ليه تصريح من اسبوع وفعلا ده حصل اهو، والامتحانات تبتدي 13 يناير، واللي هيذاكر ويشد حيله ويجيب درجة كويسة في اول امتحان تتاخد له لانها تبقى اعلى درجة في الامتحانات تتاخد في الاخر وتبقى كويسة. طيب معانا على التليفون استاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي في شؤون التعليم. مساء الخير يا استاذ رفعت. مساء الخير يا لمبيد. استاذ رفعت، يعني فكرة عدم احتساب درجات هذا الامتحان اللي هيبدأ من 13 ل 24 يناير للصف الأول الثانوي، في رأي حضرتك هيبتدي الطالب يتكيف مع الفكر الجديد والنظام الجديد من غير ما يتخوف ويكتب بحرية انه الدرجات دي تأثر على نتيجته النهائية، ولا تقييمك ايه؟ شوف حضرتك، الفكرة الثانوية العامة التراكمية انها بتضم في مجموعها مجموع الثلاث سنوات، سنة اولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي. عندما اقر هذا النظام ليبدأ هذا العام لن يصدر تعديل لقانون الثانوية العامة الحالي، الثانوية العامة الحالية يعني اللي هي مدة سنة واحدة لتكون ثلاث سنوات. نمرة اثنين، إن كان الدكتور طارق شوقي لما أقر هذا النظام قبل بداية العام الدراسي وتطبيقه بدءا من هذا العام، كان المفروض يكون فيه تابلت يتوزع على كل طلاب سنة أولى ثانوي يتدربوا عليه، ويتدرب المعلمون أيضا على كيفية الدخول على ما يسمى ببنك المعرفة وتلقي الاسئله مما يسمى ببنك الاسئله في وزاره التربيه والتعليم في الاختبار. وبالتالي كان سنه اولى محدد لها 4 امتحانات، وسنه ثانيه هيكون لها 4 امتحانات، وسنه ثالثه 4 امتحانات. هيحصل الطالب على متوسط نص هذه الامتحانات على مدى 3 سنين. تمام. المسار اولياء الامور ان التابلت ما وصلش وما تدربش الطلاب على حاجه، اضطرت وزاره التربيه والتعليم انها تطبع كتب الثانويه العامه مره ثانيه سنه اولى ويوزعوها على الطلاب. طب ايه موقف الدرجات بتاعه الطلاب السنه دي لما قررت وزاره التربيه والتعليم ان يكون سنه اولى سنه تجريبيه السنه دي بشكل استثنائي؟ تمام. فطبعا قالوا خلاص يبقى ندرب الطلبه على هذه الامتحانات، ولكن لا يحسب هذه الدرجات ضمن مجمل درجات الثانوية العامة التراكمية اللي هي ثلاث سنوات، لأن القانون الجديد ما صدرش ليجعل الثانوية العامة 3 سنين بدلا من سنة واحدة. تمام. ومن هنا أصبحت السنة دي تجريبية. تمام. الوزارة ما أعلنت كده حدث نوع من التراخي. من قبل الطلاب ومن قبل المدرسين وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، بعدما شعر الجميع أو تأكد الجميع أن هذه الامتحانات درجاتها لن تضاف لدرجات الثانوية العامة التراكمية. أي. ولن تحسب ولن يجازى عليها الطالب. وبيني وبين حضرتك يعتبر ده خطأ.
لأن بلا شك أن الطالب هيمتحن هيمتحن لي عشان يعرف مستواه. هو مشغول في الدروس الخصوصية برا وما بيحضرش المدرسة، وإذا ما كانش هناك نوع من المحاسبة للمدرس والطالب اللي ما يروحوش الاثنين المدرسة لن تنتظم العملية التعليمية بشكل جيد. الأمل أن يكون أن يصدر القانون الجديد اللي هيجعل الثانوية العامة تراكمية ثلاث سنين، ثلاث سنوات كمجموع تراكمي، تمام، ويتم توزيع التابلت على مستوى الجمهورية كلها لسنة أولى ثانوي، ويبدأ تطبيق النظام الجديد رسميا. بشكرك جدا أستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي، وبضم صوتي لصوت حضرتك وأقول لكل طالب من أبنائنا في أولى ثانوي اجتهد يا حبيبي لغاية لما يجي لك تابلت، ادخل على بنك المعرفة من موبايلك بدل ما أنت بتضيع وقتك في الموبايل في حاجات تانية مش مفيدة، على الأقل مش مفيدة إن لم تكن ضارة. ادخل على بنك المعرفة، اتعامل معاه، لو انت عندك تقدر تجيب تابلت في البيت يبقى كويس، جهز نفسك زي اي واحد حصلت له مشكلة اخرته عن بداية الدراسة شهر او نص شهر او عمل عملية او سافر مع اهله. يعني هو اللي مطلوب منه انه هو يسعى بدل ما يحمل المسؤولية للدولة علشان التابلت اتأخر. الدولة عاملة اللي عليها، بتعمل نظام جديد، نظام حلو جدا، كل أولياء الأمور هيشكروا الوزارة ويخلد هذا الوزير اللي تحمل عبء الاعتراض على هذا النظام الجديد. بس احنا كمان كل واحد فينا لازم يبذل مجهود، ولو تقلنا بلاش دروس خصوصية يا رب نسمع الكلام الأهالي والأولاد عشان نزيف، استمرار نزيف الأموال اللي مش هيبقى له قيمة. هتتفاجئوا صدقوني، هتتصدموا أما تشوفوا الامتحانات وتشوفوا طريقة إجابتها وإنها ملاش أي علاقة بالصم والاسترجاع الشفهي العقلي اللي ما فيهوش أي استفادة ده، واللي بيحصل في السنترز هتتفاجئوا وتقولوا يا ريتنا ما ضيعنا الفلوس على الفاضي، واللي سمع كلام الوزارة هو اللي كسب. طيب الإشاعات، يعني بما أننا جبنا سيرة وزارة التربية والتعليم، في إشاعات في كل المحاور. المركز الإعلامي المجلس الوزراء في تقريره الدوري في آخر 4 أيام من أول ديسمبر، وهو الشهر يعني المتخم بالإشاعات، بيكذب 8 إشاعات في هذه الفترة بعد تواصله مع الجهات المعنية. المركز الإعلامي بيقول أنه في ضوء متردد عن استبعاد الحكومة لمن ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس سي المجاني، تواصل مع وزارة الصحة نفت هذه الأنباء تماما وقالت لا صحة لارتباط علاج المواطنين المصابين بفيروس سي بوجود تأمين صحي لديهم، وقالت انها بتستهدف كل المواطنين وخصوصا محدودي الدخل اللي ما يقدروش يعملوا هذه الفحوصات لارتفاع تكلفتها، وبيتم صرف العلاج اللازم ليهم مجانا، وقالت ان اجراء التحاليل والفحص والاشعة والعلاج مجاني بالكامل لكل المواطنين، نتائج التحاليل، تلقيهم للعلاج، متابعة حالتهم الصحية أثناء وبعد تلقي العلاج، كل ده مجانا في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول 2020. مشروع التعليم الجديد بيواصل تحقيق النتائج مع مرور الوقت منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي على طلاب الصفوف الدراسية الأولى في مرحلة رياض الأطفال وأولى وتانية ابتدائي. وزارة التربية والتعليم بتؤكد أن ثقافة أولياء الأمور نحو التغيير والتطوير بدأت تتغير للأفضل بعد ما لمسوا تحسن وتغير في سلوكيات أولادهم وحرصهم على الذهاب للمدرسة بشكل يومي. يا سلام، أشكرك يا رب، ده هو ده المستهدف الرئيسي الأول، أن التلميذ يحب مدرسته وعايز يروح لأن المدرسة فيها نشاط وفيها لعب وفيها مسرح وفيها مزيكا وفيها تعبير، بس مش زي زمان كرة القدم والمسرح والمزيكا ده. حتى لما كانت زمان كانت حاجة منفصلة كده، وكان المدرس والطلبة في الفصل بصوا للي بيمارسها على انه يعني ايه، ياخد 5 درجات نشاط وهو قاعد ما وراهوش حاجة، قاعد في قط المزيكا ولا في المسرح ولا في الملعب وما بيذاكرش. لا، المنهج الجديد هيكون فيه تطبيقات على موضوعات الدراسة بهذه الطرق، تطبيق بالرسم، تطبيق بالتمثيل، تطبيق بالأغنية، ده اللي هيخلي الطلبة عايزين يروحوا، أولياء الأمور هيبتدوا يفرحوا ويحسوا إنه
أولادهم بيتطوروا زي ما وضحت الوزارة النهاردة، وقالت أنه يومياً بيتغير الناتج والمخرج للأفضل لمساهمة أولياء الأمور كمان في تعلم أولادهم وحرصهم على ده في البيت، وتراجعهم عن فكرة الدرجات والاهتمام الأكبر بقى بالمعرفة والمهارات داخل المدرسة والمنزل. وقالت المؤشرات في تقدم مستمر نحو الأفضل، وأشارت كمان الوزارة إلى أن مناهج النظام الجديد في الصفوف الأولى تحتاج لوقت للانتهاء منها، ومن ثم سيتم الالتزام بتوزيع المنهج الدراسي وفق خريطة معلنة عنها من بدء العام الدراسي. وأكدت أنه الدراسة في الصفوف الأولى مستمرة حتى 24 يناير المقبل على مستوى الجمهورية، ولا علاقة لها بامتحانات نصف العام الدراسي. كمان ايه كمان كان في شائعات كتير، من ضمن الثمان شائعات ان مصر هتاخد قرض تاني من صندوق النقد، وتم التوضيح ان ده مش حقيقي، وانه المعلمين هيتخصم منهم 2% من رواتبهم وده مش حقيقي، وانه زي ما قلت لحضراتكم الشائعة الرئيسية الاولى الخاصة بوزارة الصحة ان اللي ما عندوش تأمين صحي مش هيكشفوا عليه ومش هيدوله علاج فيروس سي، وده طلع مش حقيقي. يعني شائعات كتير بيصحى مركز الاعلام لمجلس الوزراء كل يوم على شائعات، وطبعا مهمته ان هو يكذبها ليطمئن الناس. تعالوا نخرج نشوف تحت رعاية وزير التعليم العالي، مدينة الاسكندرية تستقبل مؤتمر الاوعية الدموية لطب المنصورة. طبعا مدينة اسكندرية والحقيقة يعني مكتبة اسكندرية والهيئات والأكاديمية العربية والهيئات السكندرية يعني عاملين مجهود كبير جدا جدا. تعالوا نخرج نشوف، احنا باستمرار بيبقى عندنا تقارير من اسكندرية الجميلة الساحرة واسكندرية التنموية بقى، مش بس اسكندرية الجميلة السياحية، اسكندرية التنموية اللي بتعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتطوير مقدرات هذا الوطن. نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم. في النور الحقيقة تبان. تحت رعاية وزير التعليم العالي وبالتعاون بين جامعة المنصورة ومستشفى هامبورغ بألمانيا، أقيم مؤتمر جامعة المنصورة الدولي السادس لجراحة الأوعية الدموية والقدم السكري، والذي شارك فيه أكثر من 1000 طبيب وطبيبة من جامعات مصر ومستشفيات التأمين الصحي ووزارة الصحة، كذلك أطباء من ألمانيا وأيرلندا ولندن. النهارده بشرف بوجودي وسط عروس البحر الابيض المتوسط ووسط هذا الحشد من الاطباء اللي جايين معانا عشان يشاركوا في المؤتمر السادس لجراحه الاوعيه الدمويه، احدى مؤتمرات جامعه المنصوره المعني بتقديم كل ما هو جديد في هذا المجال. الفكره من المؤتمر هو انه يرفع كفاءه الاطباء خارج اسوار الجامعه. المؤتمر السنه دي له طعم خاص لان في 12 جامعه مصريه بتساهم في هذا المؤتمر، 4 جامعات اوروبيه، وبالتالي بيلقى المؤتمر صدى عالي من ناحية الإضافة العلمية لجموع الأطباء. حاجة تانية أن في مبادرة على هامش مؤتمر للرعاية الصحية لعدد من الحالات اللي عندها حالات أوعية دموية مستعصية. المؤتمر في مجمله بيلقي الضوء على كل ما هو يعني بالمريض المصري من مشاكل قدم سكري، من مشاكل وحمات دموية، انسداد في الشرايين الطرفية، تمدد في الشرايين، المشاكل بتاعة جلطات المخ وانسداد الشريان السباتي، مشاكل في ما نسميه بالقصور الوريدي المزمن وقصور الحوض المزمن عند السيدات. الحقيقة في نخبة كبيرة من الأساتذة هيتباروا في أنه هو كل واحد يظهر كل ما هو عنده من جديد. المؤتمر النهارده بيتكلم عن جديد في جراحات الاوعيه الدمويه والاسرات الداخليه. اولا امراض الاوعيه الدمويه دي كل الامراض اللي بتخص امراض الاوعيه الطرفيه اللي هي الشرايين والاورده والاوعيه الليمفاويه، بخلاف الاوعيه الدمويه اللي تخص القلب والمخ، دول تبع تخصصين تانيين. بتفيد المرضى كل الامراض اللي هي بتزيد الايام دي نتيجه امراض السكر والضغط والقلب، بيبدا يحصل حاجه اسمها تصلب في الشرايين، فبيحصل ضيق في الشرايين الطرفيه، بيقلل الدم اللي واصل للاطراف، فيبدا
جزء كبير من المرضى يعاني من آلام في الأطراف وغرارينا وجروح القدم السكري اللي ما بيحصلهاش التئام. نبدأ نقيم الوضع ده وبنبدأ نعالج الأمراض دي يا إما عن طريق تدخلات جراحية أو عن طريق الأساطر التدخلية، وده بيبقى بدون جراحة وبيبقى أسهل على المريض. طبعا ممكن يتعمل بالبنج الموضعي من غير التخدير والمخاطر اللي بتتسببها التخدير للمرضى. المؤتمر النهاردة بيتكلم على الجديد في الجراحات دي ويلم لفيف من الأساتذة من جامعات مصر كلها، بيفيد الناس وشباب الأطباء في إن هم بيستفيدوا من خبرات الأساتذة الكبار ويتعلموا الجديد ويبدأوا يطبقوه على المرضى بحيث إن هم يبدأوا يفيدوا المرضى. احنا موجودين هنا النهاردة عشان مؤتمر جراحة الأوعية الدموية السادس، وده جزء من حلقة متواصلة من المؤتمرات اللي بتعقد تبع وحدة جراحة أو قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية طب المنصورة. تهدف المؤتمرات دايما ان احنا ان شاء الله بنشوف الممارسات الطبيه المختلفه في جراحات الاوعيه الدمويه، زائد مناقشه الابحاث المختلفه اللي اتعملت اللي بتخدم المريض في الاخر. في تطوير ما بين الـ كل مؤتمر ومؤتمر، في تطور اكتر من المؤتمر اللي قبله، في تواصل بين الاجيال، في جيل قديم الجيل الكبير الناس اللي علمتنا اصلا زي من اول مسكه المشرط لحد ما بدأنا نشتغل في جراحات الأساطر التداخلية، زي الجيل الجديد اللي عنده طموح انه يطور ويستخدم تكنولوجيا حديثة خاصة الأساطر التداخلية اللي كانت اللي بقت دلوقتي المريض اللي ظروفه الصحية ما تسمحش انه هو يدخل يعمل عملية وياخد بنج كلي وتعرضه لمخاطر كتيرة. لا، دلوقتي بقى البنج موضعي، اقدر ادخل اتعامل مع الشريان من الداخل ويتعمل حاجات كتيرة جدا، من تسليك الشريان ببالونة أو تركيب دعامة أو حتى عمليات توصيل للشرايين. كل ده بقى ممكن يتعمل من خلال الأساطر التداخلية، ودي طبعا أكيد مرة تانية بنقول إن هي نتاج تلاقي الأجيال القديمة بالأجيال الحديثة. تضمن المؤتمر الجديد عالميا في مجال القسطرة وعدد كبير من التدريبات النظرية. فلا مخايل، سي تي في. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق أصدر اليوم قرارا وزاريا بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، مقرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والذي صرح بأن نص القرار يتضمن مهام إعداد خطط النقل الجماعي الحضري الذكي داخل المدن الجديدة وربطها بالمدن الأم أو المجاورة بمحطات النقل الجماعي وتحديد التصورات للوضع الحالي والمستقبلي مع تطور نمو المدن الجديدة. طبعا لما يبقى فيه نقل جماعي متحضر في أتوبيسات فخمة، في ميكروباصات شيك، في بدل طبعا التكاتك والمرار اللي احنا شايفينه واللي نتمنى أنه هو يختفي تماما من وجه الجمهورية، إلا في الشوارع الترابية وصعبة والضيقة صعبة الوصول إليها بالسيارات. دكتور علي، لا خليني أخد رئيس الوزراء الفرنسي. أنتوا عارفين أنه في أكثر من 75 ألف متظاهر في فرنسا، الاحتجاجات وصلت لأمستردام في هولندا، وصلت لأسبانيا، وصلت لإيطاليا. النهاردة رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بيعلن إلغاء الاجتماع المقرر، كان مقرر عقده النهاردة الظهر الثلاث مع ممثلين عن ذوي السترات الصفراء اللي هم باسمهم هذه الاحتجاجات، وكان الاجتماع مفروض يحصل في قصر ماتينيون في فرنسا. بحسب قناة فرانس 24 أو فرانس 24 الإخبارية إن هذا النبأ ما جاش فيه اي تفاصيل، لكن معظم الممثلين عن السترات الصفراء اعتذروا عن هذا الحوار ولم يلبوا الدعوة. ما فيش غير اتنين بس هم اللي راحوا من تمانية، دعوا لبحث حل لهذه المشكلة، وبالتالي الاجتماع اتلغى، والناس اللي في الاعتراض او الاحتجاج او الثوره سموها زي ما انتم عايزين مش بيعترفوا بدول كممثلين ليهم او متحدثين باسمهم. شبكه يورو نيوز البريطانيه نشرت النهارده ان رئيس الوزراء الفرنسي سيعلن تعليق
زيادة الضرائب على الوقود والتي تسببت في اندلاع الاحتجاجات العارمة بالبلاد. وزارة الداخلية كانت أعلنت عن أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بلغ 75 ألف في مختلف أنحاء فرنسا، وكانت أعداد المعتقلين بعد ما وصلت لأكثر من 400 بيحصل استجواب سريع والإفراج عنهم زي ما قال لنا الدكتور طارق فهمي، بتتناقص طبعا هذه الأعداد. تعالوا نخرج نشوف تقرير عن تنمية المهارات الإبداعية لقاهري المستحيل ونرجع مع حضراتكم. فنون الحقيقة البان. احتفل مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية باليوم العالمي للإعاقة ببرنامج سماه تنمية المهارات الإبداعية لقاهري المستحيل، واللي استمر على مدار يومين، وكانت البداية مع قصص نجاح لمتحدي الإعاقة من بيئات مختلفة. أنا طالب في كرة أعلام، أنا في رابعة آخر سنة وبحضر شهادة بكالوريوس، ونفسي يكون بطل العالم. نفسي أكون حق بطل العالم جد. إن شاء الله نفسي حق حلمي يكون أنا إن شاء الله واخد رابع العالم، وبعد كده في أمل يعني إن شاء الله. بلعب تنس بقالي 2001 مع كابتن سيف، هو مين تنس، هو كان أنا طبعا بحبه جدا وكل حاجة. هو كابتن سيف علمني مين تنس برضو، هو شخص قلبه حلو وعنده طموح وعنده قلب وعنده ثقافة وكده وتعليم. وبعد كده كنت مرة كنت بلعب سباحة وتنس طاولة، وكنت هناك في إيطاليا 2008 كنت مركز الثاني على العالم. وبعد كده كان آخر بطولة كان تومي كان أخرب على العالم، وأتمنى إن شاء الله يعني نفسي هكمل ويوم طويل، وإن شاء الله أنا كنت الأول، كنت أول على مصر وأول على العالم يعني. بس إبراهيم بني آدم متميز جدا، وأحلى ما فيه إن هو اللي بيدفعني إن أنا أجري وراه، هو اللي بيخليني يعني سواء في التعليم أو في البطولات في الرياضة، هو بيجري وأنا بجري وراه، هو اللي عنده الحماس والقوة إن هو عايز يوصل طموحه بلا حدود، عاوز يبقى بطل عالم. إحنا وصلنا البطل عالم الحمد لله، بس أخذ رابع، هو متصور إن رابع ده لا ده ما ينفعش، هو عايز يبقى أول إن شاء الله ربنا يحقق حلمه. وكان نفسه طبعا جدا أنه يدخل الجامعة، وده كان حلم كان بعيد جدا، لولا أن النهاردة بقى فيه دمج، بقى فيه فكر في المجتمع بيقول لأ أن الولاد دول من حقهم أن هم يكملوا ويتعلموا، وفتحوا لنا سكك الحقيقة كتيرة جدا ما كانتش موجودة قبل كده. تاني بقول أن لولا أن المجتمع بيتقبلنا وعاوز يساعدنا ما كناش وصلنا أبدا اللي احنا فيه. الطريق كله الحقيقة أنا بلخصه دايما في كلمتين، إزاي أخلي ابني سعيد وإزاي أخليه واثق في نفسه، لأن أنا تصورت أن سعادته دي هتخليه دافع أن احنا نقدر نعمل ونعمل ونعمل ونبقى عايزين وعندنا طموح كبير. والثقة في النفس بتدينا كرامة وعزة نفس، إن إحنا ما نتهنش، ما نقبلش أي حاجة قليلة، لازم نقبل أعلى ما نقبلش الأقل. الاحتفالية كان فيها عدد كبير من ذوي القدرات الخاصة من مدارس متنوعة، جم يسمعوا قصص نجاح ناس شبههم، وكمان كان في ورشة حكي قدمتها مصممة عرايس متحركة، كان فيها تعبير ورسم، وبعدهم ندوة عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم متحدي الإعاقة. العام ده هو عام متحدي الإعاقة، وضمن فعاليات المؤتمر أنا بقدم ورقة عمل أو ورقة بحثية بعنوان دور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم متحدي الإعاقة، بتناول فيها الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللي هي بتعود بالسلب على الأفراد الأسرة اللي عندهم طفل ممكن يكون ذو حالة خاصة، وبقول إزاي إيه الفرق بين طفل عادي في تنشئته وتربيته واحتياجاته اللي ممكن مثلا يتربى بين أسرة حتى لو أب بس أو أم بس بيربوه، لكن هو كطفل طبيعي بيقدر يتفاعل ويتعامل مع الحياة
من حواليه يخش مدرسة طبيعي، بياخد كل احتياجاته في حدود إمكانيات الأسرة، بعكس الأسرة اللي بتكون عندها طفل معاق طبعا بيتطلب فوق كل دوت إمكانيات مادية واقتصادية، ومثلا كمان بنحتاج لتواصل مع الجهات الأخرى سواء مثلا مستشفيات أو مراكز علاجية عشان نقدر نعالجه. طبعا إمكانيات الأسرة المصرية بتحشي ده، إزاي الدولة تدعمنا؟ إحنا بنقول عايزين المراكز الخاصة نشجعها إن هي مثلا تفتتح عشان تاخد الأطفال دي. طب المركز الخاص ممكن مثلا يكون إمكانيات الأسرة مش قادرة تدفع المبلغ ده 5000 و6000، بنسمع عن أرقام فلكية. طب إحنا نعمل إيه بالنسبة للدولة إن هي تعمل مؤسسات تكون الأسعار فيها بسيطة ومتاحة للجميع، وفي نفس الوقت نقدر نتحدى لكل الأطفال المعاقين؟ البرنامج اسمه برنامج وورش تنمية المهارات الإبداعية لقاهرة المستحيل، وإحنا ما رضيناش طبعا نغير الاسم إن هي قاهرة المستحيل ديت، إن إحنا بندفع الولاد إن أنت يبقى عندك إرادة، إن أنت يبقى عندك تحدي، إن أنت تقهر المستحيل. فمن هنا ان احنا اخترنا الاسم دوت ان احنا نخليه قاهر المستحيل، وليس لذوي الاحتياجات او لذوي الاعاقه، لان الكلمه دي احنا عايزين نلغيها من القاموس، لان هم اشخاص منهم كتير مبدعين، والدليل على كده الولاد اللي كم معانا على المدار اليومين. اللافت في الحكايات اللي سمعناها النهارده ان الاسره كان ليها دور كبير في دعم الاطفال اللي بيعانوا من اعاقات، وايمان الاب والام بالطفل بيخليه فعلا يحطم حاجات كتير اتعود المجتمع يقول عليها مستحيل. فعاليات مكثفة لجهات كتير في الدولة دعما لذوي القدرات الخاصة بعد إعلان عام 2018 عام خاص بيهم، نتمنى الفعاليات دي تستمر السنين اللي جاية. النهاردة شفنا قصص واقعية جدا لناس مبدعين قدروا رغم كل الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها انهم يتحدوها ويعبروا عن نفسهم وينجحوا ويخلونا نسكت خالص ونسمعهم. فريد إدوار، سي تي في. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الدكتور احمد، يعني الجو بيشهد اضطراب بقاله على الاقل يومين وشبوره وامطار، يا ترى بكره والايام القريبه القادمه بتتوقع ايه سيادتك بالتحليلات اللي موجوده في الهيئه؟ حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه متمثلة في نشاط للرياح مثير المال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية، تكاثر سحب منخفضة متوسطة مصحوبة بأمطار غزيرة على السواحل الشمالية بالكامل من أول السلومتي لبراني مرسى مطروح اسكندرية بورسعيد دمياط إلى أن تصل إلى حتى رفح المصرية والعريش، أيضا مدن القناة الوجه البحري مع نهاية يوم غد تتقدم للداخل إلى القاهرة حتى شمال الصعيد، وتكون ذروتها يوم الخميس إن شاء الله، حيث تشمل كل هذه الأماكن، والأمطار قد تكون رعدية في بعض الأوقات على السواحل الشمالية. يعني هيظل الجو مضطرب لغاية يوم الخميس مساء مثلا لحد يوم الجمعة إن شاء الله، من السبت يبدأ التحسن التدريجي. هل درجات الحرارة حول معدلاتها في المدن الرئيسية الكبيرة زي القاهرة واسكندرية وكده؟ لا، في الحقيقة طبعا في انخفاض في الحرارة، ونشاط الرياح هيحسسك ببرودة الجو أكتر. تمام، بشكر سيادتك يا فندم دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. خليني اختم مع حضراتكم هذه الفقره، وقبل ما نستقبل دكتور خالد حسن الخبير الاقتصادي، ان انا عجبني قوي الحقيقه كلام مدام ايمان والده الطفل، هو يعتبر طفل يعني، وان هي بتقول انا مش قادر لحقه، وان هو طموح، وان هو وصل للرابع على العالم. الحقيقة لو تتذكروا معايا فيلم من أجمل أفلام السينما العالمية كان اسمه فورست جامب، وده كان اسم البطل بتاعه اللي كانت أمه وهو صغير كان عند شلل الأطفال، كان دايما جملتها بترن في ودنه ران فورست ران، اجري انت تقدر انت تستطيع، لغاية لما في لحظة تحدت إرادته جسمه وأجهزته اللي كان مركبها في رجليه وجري وتكسرت الأجهزة التعويضية، وقدر فعلا ان هو يصل لأعلى منصب ويكرم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ودي قصة جميلة جدا، وجميل جدا ان احنا ندمج أولادنا متحدي الإعاقة وقاهري المستحيل، ونشوف فيهم نماذج الأسوياء اللي احنا متخيلين نفسنا أسوياء، نتعلم منها ونصبو إليها. بشكركم جدا، فاصل قصير، شرفنا بعدي ضيفنا الأول في النور لهذا اليوم، خليكم معنا. في النور الحقيقة تبان.